المسيرة هي اللي قول كفى كفى من هذه المقاربة فإنها لن تجدي نفعا أمام مطالب الشعب المغربي الحقيقية والمشروعة بشهادة الدولة. ولا بد من بلورة تصور بديل لهذه الأوضاع واستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الكادحة. نشارك اليوم في هذه المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت إليها مختلف القوى الديمقراطية بالبلاد كعائلة. بعد زيارتنا لأخينا الأربعاء المنصرم وجدناه في حالة جيدة وبمعنويات مرتفعة رغم الأحكام الجائرة، رغم الحكم الباطل ورغم إضرابه عن الطعام. نطالب بالبراءة للصحفي حميد المهدوي لأنه ليس هناك أي دليل للإدانة للصحفي حميد، وأقل ما ممكن تقدمه الدولة للصحفي هو البراءة ثم البراءة، هذا أقل، لأن حميد المهدوي صحفي مهني اشتغل بمهنية لم ينخدع. حميد المهدوي لم يشتغل تحت أي أجندة، حميد المهدوي قال لا للفساد ولا للفساد والمفسدين، هذا هو السبب الأساسي والرئيسي علاش اعتقل الصحفي حميد المهدوي.